يلا يا فضيل احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا، من بوادينا الجميلة ومن بيوت بالخير ملانا. يلا يا فضيل احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا، من بوادينا الجميلة ومن بيوت بالخير ملانا. نلقى فيها صفات بلدنا ونقرا تاريخ وكفاحه، في فضيلة نشوف عفافه في الملاوي يبين نجاحه. دونكي دونكي وحلة حلة والرواية تزيد فصولة، فيها خيرنا وطيب تهلا ولمحة من روح البلولة. أنا أخوك إنت؟ ها؟ يعني في الخلا وصي ساي؟ شنك ولا شنو؟ أجنا؟ إنسي ولا جن؟ إيه ها؟ ها؟ إيه يكون شنك هالشيء كده؟ أجنا؟ والله وأنا آدم عديل يكون وقع له من زول ولا شنو؟ أجنا ها؟ ها؟ أهلك يا تون؟ أهلك يا تون؟ أهلك 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 يا تون؟ ومن إنت؟ ها؟ ودمنو والله ذاته، هنا دي ذاته ودمنو دي ذاته، ما في شيء قريب. اتوكل على الله اشيله؟ اتوكل شرك. اروح اجي انا. اروح. اهلك وين؟ اهلك؟ ما تكلمني باهلك، انا اوديك ياهم. هذول ابو طنطوم؟ ما في زول جاي ولا هنا؟ ما في يا زول. غريبة ما في زول. سوق بس نفشل به. رح تعال القهوة المرودة حسي. بس. وين هذول انت؟ وين هنا دهنا؟ دهنا هنا. دهنا هذول لقيته في الشارع ودور اتبنى. اتبنى هنا البنيال. تقع فوق راسك الغليل ده انت ذا المحلول. انت قايل كيس ده ولا كريستال ده ولا شنو شايل جال الناس؟ نزل عليك الله علمك ما شاء الله تبارك الله. اقول ود مليوه. ود مليوه؟ هاي. من يوم ليوه انت تدخلنا السجن ولا شنو؟ في شنو؟ هسه اي حال يقولوا خطفتوا كمان. خطفنا يا ذول اهل وفكرنا في الشارع ساعه في خلوا الصي. امش هذا الود الجامع اللي عنده لكن ما تدخلنا في مشاكل هذول. بظل ما تحاول من وشي؟ حاول من وشك كيف هذا تشيل لك جنا ناس يا اخي الموضوع ده فيه سجن هذول. هذا والله اقول لك كلام. اجينا دانا متبني وتبقى بقابوه. تتبنى شنو هذا؟ تتبنى شنو؟ انت قايل شنو؟ وجبه تتبنى شنو؟ يوسف اجينا يوسف ما سمي خلي سند صح بسميه فضيل. فضيل اسميه عليك بس فضيل اجينا. فضيل منو كمان ده اسميه عليه عشان بعدين تجي تنكره صح؟ يقول ابو فضيل اجينا. فضيل اللي اسم خايل خايل هذول التبني ده عنده شروط وعند انت دار اسمك اسمه ما عارفه. لا ما من اسم يوسف كيف؟ يوسف شنو هذا يوسف شنو انت مخلول والله شنو يوسف ود منو؟ عبد اللطيف يوسف مليوه حسب الجاغو عوج الدرب الفضل كر كر؟ هاي والله احنا حنخش السجن كر نرتر عليك الله زي حاويل 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 يا 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 ابو يوسف ابو فضيل ابو الدقيق وين الشافعي ابو فضيل؟ هاي يكون ولده اجي انت فضيله مخلوله انا اقول لك مليوة جاب لنا شافع تقول لي قوين ما لقى في الشارع ولقى في الشارع ايش يشوف الناس ساكن ما ذاك كلام ذات اننا نظمته معه قلت له هذول الموضوع ده بدخلنا السجن ده اختطاف هذول الزول ده ما عنده هل عنده ناس امه وابوه عم يخط في الجامع اللي عنده قال 60 يمين الشافع ده قال داري تبنى تخيلي يا فضيل وانت كان شفتي ذاته شايله كذي وحاضنه تقولي ابوه اصلا ما في شك لكن يا فضيل هاي مليوة ده كلامه صحيح مليوة حنين ومو معاوزول الشافع ده اللي ونسه يونس منو؟ يونس مليوة انتو قلت الشافع ده موبايل ولا شنو؟ ده شافع طفل عنده أم وابو وخال وعم يعني ممكن أهله ده التتي ينكبونه في البيت ده والبوليس يجينا يسجنون هذولا لكن هو ده مي حنية منه بالمناسبة وهنا شنو؟ مليوة ده زمان كان بيسرق العتاد الضرس بيتاور هسي قلب بقى يسرق الشفع
انت هذا قلت سرق النعلات. يا فضيلة ايوه يا اختي شوفوا لك حل يا اخو ده عليك انه معنا شفتوهم برا بيلعبوا كيفين؟ افضل ما يلعب مع ولاقي اللي بعض حالاتنا الاثنين هيا لاقي اللي بعض انت قال له قميص والله فنيله شنو لاقيين عليه بعض؟ يا زولا هسه ناس الحله دي كان جو شافوا الشافع ده هنا يقولوا شنو؟ والبوليسية تعرف هذه السياره بالبشر بيقولوا احنا بنخطف الشفع الناس دي ونبيعهم فضيل عليك الله خلي مليوه والشافع ده في حاله ما بخليهم في حالهم انا اخليهم في حالهم قاعدين في الشارع مو قاعدين في بيتي انا شريك في الجريمه دي ذات شريك يا الليلة الليلة يا فضل هذا البوليس واحنا خلاص انتهينا على خير غايته كان فيها اعدام انا برا انعدموا انتوا مرحب 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 تفضل يا جوا تفضل تفضل هذول تفضل العملة حمودي ولدي ها حمودي هل بشيل اولاد الناس هاي في شارع اللي بتلقاهن؟ ده شنو دام ليه ودي؟ ده ولدي يا اخوانا يا اخوانا ده شنو هذا الولد ده كليت انت؟ ما لقيته في الشارع انا يا اخي لقيته في الشارع ازل من اهل وين يا اخي انت ما عارف هسه امه دي بتفتش له اخوانا انا والله لو ما جاتنا أنا كان هسه بلغت البوليس وكان سجنوك يا اخي انا لي كم يوم بلعب فيه وحاضنوا علي وما علي دنيتي يا اخوانا يا اخي بتلعب شنو يا اخي انت داير الاولاد يا اخي عرس يا اخي عرس انت داير الاولاد بتلدوا سايتو يا اخي الواحد لما يريد ما يهتم بشفعه يا اخي شغل شنو دي وراح يا لهم انا ما بعرس لكن انت زح شهور حاره انتظر يجيني جنبتين اخواننا كمان علي الدنيا علي لك يا حمود خاينين نحن ولا خاين الدنيا ولد الوحيد اللي لقيته ما خلوا لي اسيك خلوا لي ما علي دنيتي بلعب معه اليوم كله بلعب معه يوسف سميته فضيل سميته حمودي يا ريت كان خلوا لي املى علي دنيتي اخوانا هذا مجانا ده ما حار والله والله هذا مجانا حار هذا مجانا حار والله والله هذا مجانا حار الله يصدق والله فضيلة صراحة كده عاد مجنك عاب والله حال شديد يا فضيل لكن كمان اخوانا الموضوع ده قسمه ونصيب يجعل من يشاء عقيمة صح ولا ما صح؟ صح لكن انت الجنن اللي لقيته خليته لي يا فضيل تلمع فيني صباح وميسي لما رجعت مني شلون خليته لي؟ خليت لك ملفحة هو ولا عمة ولا طاقية ولا شنو ده بني ادم هذول عنده ام وابو وعنده اسرة تقول لي خليته لي؟ فضيل هاي ونحكاك الشارع نجيب لنا واحد ونجي نجيب شنو؟ نجيب لنا شافع يمكن نلقى لنا شافع كده في الشارع نشيله ونجي ماك طالباني حليفة انت اسرة عندها خلل انت ماشي انت تجيبوا عتان ديل شفع بني ادمين حق الناس عندهم امهات وابهات انتوا كان مصرين على الموضوع ده امشي تبنوا انا ما قلت لك اتبناه وانا ما تبنيته نازل هوي تتبنى من الشارع التبني ده عنده قنوات رسمية بتمشي ورق بتملاه والحكومة عارفة والناس عارفينه بديك له اسم انت اسمه ما عارفه انا بمش بقول معهم في بيته الله يقول معهم في بيته راضي يجيبوا لي نار تمشي معهم؟ جيب لي الجنة تمشي تقعد معها للجنة؟ اي معناها حيرحل حيرحل يخلي لك الحلة ذاتها بحالة فضيل هاي اقول لك كلام هاي ملي ودخله وراح نحن نتبنى لنا اثنين ثلاثة من وين؟ من محل قلتهم ده خلاص راح لكن انت بطريقتك دي الا امشي البقاله الجمنه دي فيها تخفيضات على الاطفال امرقي يا اخي مرقي عليك الله اخوانا ما تجيبوا لي الله يرضى عليك وتجيبوا لي يا جيبوا لي يا اخي
والله قبل جبت له والله العظيم كانت داير. عليكم السلام ورحمة الله. وش هذا وش خير وش بركة والله. حبابك والله. الله يكرمك يا أخي. يبارك فيك. والله طلب صغير كذي بس. إيه تفضل. ده ولدك؟ إيه بالحيل. يا أخي ما تديني إلا أتبناه يا أخي. تتبناه كيف هذا زي كذي؟ جناب أنا البقية كله أنا أقول لي زي كذي وما تتبنى. أنا أتبنى لكم منه أنا أتبنى لكم من أخوانا. أخوانا أتبنى من أنا. أخوانا أتبنى من أنا أخوانا. يلا يا فضيل احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا من بوادينا الجميلة ومن بيوت بالخير ملانا. يلا يا فضيل احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا من بوادينا الجميلة ومن بيوت بالخير ملانا. نلقى فيها صفات بلدنا ونقرا تاريخ وكفاحه في فضيلة نشوف عفافه في المليوي بالنجاحه. دونكي دونكي وحلة حلة والرواية تزيد فصولة. فيها خيرنا وطيب تهلا ولمحة من روح البلولة. يا ضيل احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا